وفي سياق ذي صلة قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت الحكومة المصرية بتطبيقه برنامج جريء لما يتضمنه من قرارات سريعة وحاسمة من شأنها النهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق الخطط الاقتصادية سواء كانت قصيرة أو متوسطة المدى. تصريحات السعيد جاءت على هامش مشاركتها في المائدة المستديرة بعنوان السياق الاقتصادي الكلي في مصر الرهانات والتحديات والمنعقدة عبر المنتدى الاقتصادي الذي ينظمه معهد العالم العربي بباريس في التعاون مع مجلس الأعمال المصري الفرنسي.